كما تعلمون أن طرطوس هي متقدمة بالعلم والثقافة والفكر، وبالتالي هناك إقبال على اقتناء مجموعة الكتب المتنوعة سواء كانت القانونية أو التاريخية أو الدينية أو الثقافية، وهذه المبادرة هي حقيقة مبادرة جدا مهمة لأنها تقدم الكتاب بربع الثمن للأسر في الريف السوري وفي ريف طرطوس. باعتبار أن الحرب في جزء الأكبر منها إعلامي وثقافي والأزمة أزمة فكر، فالحقيقة مشكورة جدا وزارة الثقافة ووزارة الإعلام على هذه المبادرة وخاصة في الريف، باعتبار أن المدينة متوفرة فيها المكتبة ووسائل الثقافة بشكل كبير، فمبادرة حقيقة مشكورين جدا عليها وخاصة في قرية نموذجية كقرية طل الصنوم. نحن نريد ببساطة أن نقول أن الريف السوري هو مقر للتنوير وليس للتكفير. نحن ببساطة نستهدف هذا الريف لنؤكد أصالة هويته وعمق ارتباطه بالثقافة السورية. نؤكد بأن الكتاب مدعوم من قبل الدولة مثله مثل باقي المواد الغذائية كالخبز وغيرها. إيصال الكتاب بأسعار رمزية جدا ليقرأ الجميع، من كتب الأطفال كما شاهدتموها، كتب للشباب، كتب للكبار. نأمل أن تكون هذه الظاهرة بداية واستمرارية لظاهرة قراءة الكتاب. الإقبال شايف إقبال كبير جدا، مع أنه نحن بمنطقة ريفية على الحدود اللبنانية تعتبر نائية يعني، لكن رغبة الناس بالقراءة باقتناء الكتاب هو اللي دفعها تجي لتشوف المعرض وتزوره وتاخذ. كتير حلو، شغلة كتير حلوة، إن شاء الله هيك عطول بدل في معارض، بنمي التراث الثقافي بالريف، وإن شاء الله عطول يكون في كتب متنوعة جديدة مشان زيادة الوعي الثقافي. الرصاصة تقتل الإرهابي لكن الفكر يقتل الإرهاب بالكامل.